بسم الله، نبدأ فقرتنا الأسبوعية اللي هو الإجابة على الأسئلة. السؤال هذا مثل ما تفضلت، الاستمرار والمداومة من أسباب استشعار حلاوة هذه الأذكار. الشيء الثاني المهم معرفة معانيها، يعني اقرأ لك كتاب في شرح معاني الأذكار والأشياء اللي أنت تقولها، هذا يخليك تحس بمعنى اللي تقوله، وبالتالي يعني تتدبر وتحس بالسعادة والراحة والسكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. تقصد بدون تشهد أول؟ صحيح، طريقة شفع الوتر طريقتين، ولا ركعتين تسلم بعدين ركعة وتسلم، أو ثلاث ركعات وراء بعض والتشهد بس آخر شيء يصير، هذه أو هذه. دائما نقول رب العالمين أمر الكل بأمر وكلف كل واحد بتكليف، أمر الأب بحسن التربية والرعاية، وهذه أشياء الله راح يحاسب عليها، وأمر الأبناء بالبر. كون هو ما أدى اللي عليه من حسن التربية والرعاية والكلام هذا وظلم، ما يبيح لهم أنهم ما يؤدون حقه ويتركون البر. أنت واجبكم تبرون، ما لكم شغل وش يسوي، البر منكم مطلوب. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني لو الله لو الأب كلفك وشدد عليك أنك تكفر بالله، لا تطيع في الكفر بس تظل تبره، فالمفروض يبرونه. مسألة الكره هذه لابد أنها تخف، صح يمكن الظلم هذا يؤدي، لكن يبقى أبوهم ولابد أنهم يبرونه باللي يقدرون يعني عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، يعني سواء كنت على وضوء أو مو على وضوء يجوز أنك تذكر الله، تقرأ قرآن عن ظهر قلب يعني عن غيب. طبعا الأفضل يكون الإنسان على وضوء، لكن ما في بأس أن يقرأ على يعني إذا ما كان على طهارة، لكن لا يمس المصحف إذا ما كان على طهارة. في التوبة الإنسان يعزم أنه ما يعود للذنب، يعني العزم يكون وقت التوبة الآن، يعني يا رب نيتي الحين إن شاء الله أني ما راح أرجع، لكن مستقبلا ممكن يضعف ويرجع فيرد يتوب مرة ثانية ويرد يستغفر. هذا مطلوب منه، حتى لو تم التكرار مرة مرتين عشر، إحنا مطلوب منه كذي نظل نتوب ونستغفر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أول شيء لازم نعرف أن إذا الله أمر سبحانه وتعالى بأمر، إحنا ما لنا خيار نقبل أو نرفض، لأن إحنا عبيد، والعبد ينفذ أمر مولاه وسيده ما لا نقاش، هذا لازم نعرفه. فمسألة الحجاب مو خيار لك أنت إنك تتحجبين أو ما تتحجبين، مو على كيفك، لا لا، ولا حد ناطر إنك أنت تقتنعين بالحجاب، ما حد ناطر قناعتك. يعني إذا رب العالمين ما يقنعك، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى أنت مقتنع فيه، تقتنعين بشنو؟ أنا اللي أقوله حق البنات والأخوات، لحقوا على نفسكم ولبسوا الحجاب، ترى والله ما تضمنين تعيشين لي باكر، لأن من تموتين الله راح يحاسبك ويقول لك ليش ما تحجبتي، أعطيني جواب تحسين ان الله راح يسامحك فيه ويقول لك امبلا هذا عذر، ما راح اعذبك، والله انا شفت فلانه ما تحجبت مثلها، انا والله مو مقتنعه ما تحجبت، انا ما في جواب، بيقول لك انا امرتك ليش ما نفذتي، فلحقي على عمرك. طبعا الوقت الافضل لاذكار الصباح هو بعد الفجر مباشره، مثل ما ان الوقت الافضل لاذكار المساء بعد العصر. طيب واحد بيقولهم الضحى، يجوز ولا ما يجوز؟ هو يجوز، بس انتبهوا لشغله، في بعض الاذكار الوقت لاعتبار فيها، بمعنى مثلا سيد الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سيد الاستغفار هذا فمات من يومه دخل الجنة، فيبدأ من يومه من بعد الفجر. فنفرض واحد بيقول الضحى، قدر الله مات بعد الفجر وهو مقايلة، ما راح يكون حصل على هالفضيلة. فلما الواحد يتقول بعد الفجر على طول وبعد العصر، فهو خلاص يعني يطلع من وقت يدخل بوقت، يطلع من حفظ يدخل بحفظ ثاني، واضح الموضوع؟ فاللي ينسى مثلا أو يأجل مو حرام، بس إنه فوت وقت الأفضل لاعتبارات أخرى في بعض الأذكار، خاصة اللي هو بعد الفجر مباشرة وبعد العصر للمساء. هذا الموضوع صار فيه نقاش عندي هني لما حطيت بوست سابق، إن واحدة قالت أنا ما أبي أتوظف، أخاف من فتن وأبي أقعد في البيت أجابل عيالي وأجابل وكذا، فقلت لها أنت صح، فصارت في ردود أفعال، اللي موافق اللي يناقش واللي معارض. الأصل في المرأة أنها في البيت، الله سبحانه وتعالى خلقها كذي، وقرن في بيوتكن، هذا الأساس، أنها تتفرغ لتربية أولادها ولبيتها وزوجها. إذا احتاجت واضطرت للعمل فتطلع وتشتغل على قدر حاجتها، مثل ما في قصة موسى عليه السلام والمرأتين، لأن أبوهم شيخ كبير وما عندهم أحد يشتغل لهم. إذا اضطريت للعمل فدوري ليش عن مكان يعني بعيد عن الفتن وبعيد عن هذه الأمور اللي تخافين على نفسك ودينك منها، وربي سبحانه وتعالى راح يفتح لك بابا، من يتق الله يجعل له مخرجا، وعسى الله يغنيك ويرزقك وما تحتاجين حتى الوظيفة.
كل شيء يصير لنا هو قضاء الله وقدر، هذا خاص منه. ورب العالمين يختبرنا ويبتلينا ويمتحننا في هالدنيا. أحيانا الابتلاء والاختبار يكون على شكل أشخاص مزعجين، وهذا أنا اليوم كان كلامي في استراحة قلب الصبح. شلون أتصرف إذا إنسان أذاني في مكان، يعني قام يغلط، طور لسانه، يسب، ينتقصني، شنو تسوي في هذا المكان بالضبط؟ اليوم فصلت الكلام شوية في استراحة قلب. فهذا اختبار من رب العالمين لنا، ولا طرق في التعامل معه. إن شاء الله حاول أنزل لكم الحلقة مات اليوم برابط. لكن لما نقول قضاء الله وقدره ما نعطينا نستسلم ونسكت، لا، لنا شيء نتعامل فيه، ولنا طريقة نواجه هذا الموضوع رب العالمين بينها لنا. عسى الله يرحمها وموتى المسلمين، وانت زادش الله خير على هذا الموقف اللي هو المسامحة وانك حللتيها، تشكرين على هذا، وعسى الله سبحانه وتعالى يكتب أجرك، وهي الحين عند الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، خاصة إذا الإنسان أسقط حقه من الشخص اللي ظلمه، فرب العالمين أكرم وأرحم وعسى الله يعفو عنها. العيال مطلوب منهم يبرون أمهم وأبوهم، فإذا كانت الأم ما ترضى تبرون أبوكم لخلاف بينهم، والأبو نفس الشيء يبيكم يعني المشاكل هذه، أنتوا تطيعون رب العالمين تبرون الأم وتبرون الأبو، ما تسمعون كلام الأبو الأم في عدم بر الأب، وإذا قالت لكم ودي عليكم خلت دي ما لكم شو فيها، ولو الأبو حرضكم على الأم لا تسمعون كلامه، أنتوا تبرون رب تبرون الوالدين طاعة لله سبحانه وتعالى، عاد اللي بيزعل ما يبيزعل هذا كيفه، أنتوا تسوون اللي عليكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا ما أطيع أمي عشان أمي، ولا أطيع أبوي عشان أبوي، وأعصي ربي وأعق الثاني، لا لا، كمان البر أنك أنت تبر الأثنين، وهذا ابتلاء من رب العالمين، وعسى الله يعينكم أنكم تبرون الأثنين وتطلعون منه بنجاح. هذا الموضوع حساس شوية وخاص، وأحيانا يكون العكس وهو الأكثر، أن الرجل هو اللي مهتم بنظافته الشخصية، وهذا الغالب ترى، يعني النساء أكثر هم يهتمون، طبعا في فئة ما تهتم، وهذا صعب من المرأة أن ما تهتم بهذه الأمور للنظافة الشخصية، لكن قد يكون من الرجل أكثر. المهم أن هذا الموضوع لابد فيه من أن واحد يتكلم بصراحة ومواجهة بلطف وذوق أو طريق غير مباشر، لازم يتكلم. ليش؟ لأن لو سكت على بنا يصبر وما يبي يحرجه وما يبي فاتحه، ترى مع الوقت راح تصير فيه نفرة، راح يبتعد يسحب نفسه، لأن مهما كان هذه الأمور الرائحة وعدم النظافة والمناظر الكريهة تنفر الإنسان، فإذا سكت على أبو يتحمل راح يلقى نفسه بعد فترة ولا في فجوة كبيرة بينهم، في بعد، في مسافة، صار ما يقدر يرجع، وكل ما تذكر هذا الشيء نفر، والأساس إن بين الزوجين إن في ألفة، وكل ما تذكر اشتاق، لكن هذا الشيء ينفر، ذاك ما نبي نوصل لهالمرحلة ولا بد من مصالحة. الواحد لما يصلي أو يعبد رب العالمين بأي عبادة لازم يحضر قلبه، يعني القلب يكون حاضر ما أسهى، فحاول نركز بالصلاة. أما ذا الموضوع وهذا تكرر وايد، ففي الغالب هذا يكون وسواس، وراح تشوفونه مع الوقت يزيد إذا طاوعتوه، فركزوا بالصلاة، صلوا عليكم ولا تفكرون وايد، ولا ترى راح تتعبون وتصير الصلاة شقة بدل ما هي سعادة وراحة. إذا كان بالطريقة اللي تفضلت فيها أن الموضوع تذكير فقط، ان كل فرض او كل يوم ينزلون المقرر مال اليوم، يا جماعه لا تنسون اليوم راح نقرا هالكثر، راح نقرا كذي، فما في مشكله، بالعكس هذا من الاعانه على الخير وتذكير بعض البعض، فالامور طيبه ان شاء الله. يعني احنا ما سميها ختمه جماعيه، لكن نسمي جروب يذكر في الختمه. اي نعم، يجوز صيام يوم عرفه حتى لو ما صمتي دينك. يوم عرفه يوم محدد، يوم عاشوره مثلا يوم محدد، ستة شوال كذلك، مثلا الدين متاح لشعبان الجاي، فما في مانع على الإنسان يتنفل بنوافل حتى اثنين وخميس وكذا وهو ما صام دينه، ما في مشكلة، لكن الأول أنه يبادر ويسارع في قضاء دينه، يعني حتى أنه يعني يؤدي ويقضي حق الله سبحانه وتعالى عليه. حفظ القرآن مهمة جميلة، أنا ما بيقول سهلة ولا صعبة، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، إن شاء الله الله بيسره ويعين الإنسان اللي بيحفظه، لكن يبيل اجتهاد وتعب، يبيل أن الواحد يعطيه، مو مرتاح ومتى ما اشتهى ومزاج، أحيانا الواحد ما الخلق يحفظ، أحيانا الواحد يلقى صعوبة في حفظ وجه حتى، وفي أوقات ثانية يحفظ له ربع حزب بسهالة، فالموضوع محتاج تكرار واستعانة بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأسباب، ورب العالمين يوفق الحافظ، وأهم شيء النية تكون لله سبحانه وتعالى. هو في غير موضوع الأجر، هي عبادات متنوعة، يعني قراءة القرآن عبادة وسماعه عبادة ثانية، وكلهم إن شاء الله الأجر موجود، لكن الواحد ما يحرم نفسه من هذا التنوع في العبادات،
يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي قال لابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري. فحلو أن الواحد يقرأ القرآن ويسمع القرآن، هذا راح يكون له تدبر وحضور قلب اللي هو القراءة، وحتى السماع راح يكون له شعور آخر وتدبر آخر وحضور قلب من ناحية ثانية. جرب يعني جرب هذا وذاك ولا تتركهم، راح تستفيد من العبادتين إن شاء الله. هذا من المسائل اللي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وكلام شيخ عثمان الخميس في هذا الموضوع تقسيم الناس له وايد ممتاز، جزاه الله خير والله يعطيه العافية، اللي هو قسم الناس إلى ثلاث أقسام. أنا هاي الفتوى سامحة طال من فترة، إلى مواطن ومقيم ومسافر. يعني إحنا بالكويت مثلا إحنا أهل البلد المواطنين ما نخسر ولا نجمع، زين اللي يون مسافرين زيارة ورادين هذا اللي يخسرون يجمعون كيفهم. طيب المقيمين، المقيمين يعني مو كويتيين بس قاعدين بصفة دائمة، يعني مثلا مثل الموظفين معلمين مدرسين طلبة اللي يدرسون البعثات، هذا ما يخسر يجمع. فإحنا نفس الشيء، إذا كان واحد رايح برا دراسة أو وظيفة في عقد عمل مدة طويلة فلا يخسر ولا يجمع، يعتبر له حكم المقيم، فيصلي مع أهل البلد ويصوم معهم كأنه واحد منهم، والعلم عند الله. حاضر عمي، على أمرك عمي. تم إن شاء الله. طريقة التأكد من المتقدم والعكس كذلك، إن حتى اللي بيتأكد من اللي خاطبها طريقتين، السؤال عنه، البحث والتحري ونسأل القريبين واللي حوله، والطريقة الثانية الخطبة اللي هي تقعد ونسولف ونتكلم ونتناقش. هذه الطريقتين الواحد يقدر يعرف أكثر يعني معلومات ممكنة عن الطرف الآخر، وراح يبقى في جزء بسيط من شخصية الإنسان ما راح تعرفه لو شنو إلا بعد الزواج. صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل عند منتصف الليل، فالواحد لا يتعمد تأخير وقتها إلى ما بعد منتصف الليل. إذا صار لظرف مثلا ناسي كان نايم من المغرب مثلا وقعد يصلي إن شاء الله قبل الفجر يصليها، لكن لا يتعمد هو تأخيرها. وهذا يصير مرات عند خواتنا النساء خاصة، عندها حفلة رايحة عرس ما أدري شنو ترد آخر ليلة تصلي، لا ترى ما يجوز، هذا تعمد لإخراج الصلاة عن وقتها. ما أدري يعني المفروض الواحد مع الأهل يكون بكل هدوء وروآن، يعني ما له داعي التوتر. شيء ثاني الواحد يوطن نفسه، يعني يتهيأ، يعني حط في باله أنه ممكن يصير موقف الآن أحد يغلط أحد يظلم، فلما الواحد يتهيأ ويصير له الموضوع يعرف يضبط نفسه. وهذا الأهل، إذا إحنا كل واحد نتعامل بالمثل ومثل ما قالوا لي أقول لهم يغلطوا عليه غلط ما نخلص، يعني فينا الإنسان يصبر على أهله ويتحمل يدعو لهم بالهداية والخير ويأخذ أجرهم إن شاء الله. علامات البلوغ بالنسبة للولد والبنت يشتركون في ثلاث علامات: ظهور شعر العانة هذا واحد، الاحتلام اثنين، أو بلوغ 15 سنة. يعني إذا ما نبت شعر عانة ولا احتلموا خلال الفترة هذه فلما يكملون 15 سنة يعتبرون بالغين وإن ما ظهر شيء من الثنتين اللي قبل. البنت تزيد اللي هو الحيض أجلكم الله. فهذه العلامات الأربع، أي علامة تطرأ على البنت فتكون بالغة ويجب عليها الحجاب في عند البلوغ مباشرة. عسى الله يستر على البنات يا رب. وليش عاد تتمنى الموت؟ عسى الله يحفظك يا رب ويصلحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به. مهما صار فيك ما تقول يا ربي تاخذني، لا لا. ليش؟ لأن طول العمر ما يزيد المؤمن إلا خير، لأن المؤمن إما يكون هو محسن فإذا الله أعطاه عمر يزيد في إحسانه، أو يكون مسيء فالله يعطيه عمر عشان يستغفر ويستعتب ويتوب ويرضي رب سبحانه وتعالى. ففي كل الأحوال أنت العمر لك خير، إن كان ولا بد اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، هذا أقصى شيء. عسى الله يطول أعمارنا على طاعته. الرقية بالقرآن والأذكار، رب العالمين ما اشترط لها شيخ أروح عشان يقرأ علي، هذه للناس عموما، كل واحد يقدر يقرأ على نفسه على عياله على أهله، فما له داعي أروح شيخ. أنا أقرأ على نفسي وأرقي نفسي وأستشفي بالقرآن وأذكار ولد عيل وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعسى الله شافيكم جميعا من العين يا رب. حتى الخوال يعتبرون أرحام، الوالد هو نسيب بالنسبة لهم، كون يتكلم عنهم صارت بينه وبينهم مشاكل خلوهم، خلوا مشاكلهم بروحهم حق الكبار، لا تنزلوا مشاكل الكبار عليكم انتوا الصغار. اذا الكبار تقاطعوا وما تواصلوا لا انتوا تتبعونهم بهذه السنه،
خلكم أنتم مع بعض، يبقون هذين خوالكم، عيالهم عيال خوالكم، لا تقطعون عشان شخص وإن كان الأب. بالعكس احنا نحاول نسعى للإصلاح، مو نزيد الطين بلة ونزيد الشق ونوقف مع الوالد وخلاص ما نزور خوالنا، لا لا لا، بالعكس ندعو لهم بالهداية وأن الله يلف بين قلوبهم ونحاول نسعى للإصلاح إن كان ولا بد، فالوالد من برة وخوالنا نوصلهم وما نقطعهم.